بتشتري هاوس يعني يتكون من يعني مثلا ممكن نقول unser Schule besteht aus unser Schule besteht aus Klasse Lehrer und so weiter. Und so weiter, yani إلى آخره. زي and so on. And so on. Und so weiter. Bestehen aus. يعني يتكون من. مدرستنا بتتكون من فصول وطلبة ومدرسين إلى آخره. بعد كده عندنا كلمة beurteilen. Beurteilen يعني يحكم على. Beurteilen يعني يحكم على. Boomen. Boomen يعني يتجول. يتجول جاء منها كلمة بومل يعني نزهة أو جولة. دورفن يعني يجوز. ودورفن من المودال فيرن زي موسن ومشتن وبولن. هنتكلم عنه في فيديو بعده دورفن. وبعد كده عندنا زش هولم. زش هولم يعني يستجيب. وزش هنا بتتغير على حسب الضمير اللي موجود عندنا في الجملة. يعني مثلا لو جينا نصرف الفعل ده مع ايش هقول ايش. اقول مش. زش تحولت ليه مش. لو مع دو هتبقى دو اقولست ديش. دو اقولست erholst dich. Erholt sich. Erholt sich. دي كانت الأفعال اللي معانا المرة دي. المرة الجاية هنكمل بقية الأفعال الموجودة في ليكسيون.